مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى المسائية. وفي فقراتنا الليلة نتابع في تطورات المشهد السوداني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي يعلن إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين والالتزام بتشكيل حكومة مدنية وبألا تتجاوز الفترة الانتقالية العامين. نعلن الآتي: إلغاء حالة حظر التجوال، إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة. والآلاف يواصلون اعتصامهم في الخرطوم، وتحالف قوى الحرية والتغيير يعلن تشكيل لجنة من 10 أشخاص للتفاوض مع المجلس العسكري مع التمسك بمواصلة الاعتصام. على الجيش حماية. وفي ليبيا قصف جوي متبادل بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس. إضراب الكرامة الذي بدأه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يدخل يومه السادس، وسلطات الاحتلال تكثف من إجراءاتها القمعية في محاولة لإنهائه. شوفوا حال الأسرى، شوفوا حالنا، أسرانا لهم 5 أيام، المية ما داوها، خايفين على طعامكم، خايفين على عزايمكم، لو في مشوار على السوق كان الستات كلهم ليدهم في السوق، كان في مشوار، كان في مهرجان لمطرب، كان في مهرجان لأي حدا، كان ليه كل الناس متجمعة وكل التصوير وكل الصحافة. أهلا بكم. عقد وفد يمثل اتحاد المهنيين السودانيين اجتماعا مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، وذلك للتباحث حول ترتيبات المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها المجلس في أعقاب اقتلاع نظام البشير. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قد قال إن المجلس يلتزم بفترة انتقالية مدتها 2 عام في الحد الأقصى تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. وأضاف البرهان في بيانه الأول بعد تعيينه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد أن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة المفسدين ومن تورطوا في قتل الأبرياء. سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع، فترة انتقالية مدتها 2 عام كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب، إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وخلافه لما يتفق والقانون، الالتزام التام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو ساعد في الإضرار بالاقتصاد أو الحياة الاجتماعية، وتفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة الحزبية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سفك الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الشرفاء. وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين أثناء الاحتجاجات ووقف إطلاق النيران في كل البلاد. ودعا البرهان كل أطياف المجتمع السوداني من أحزاب ومجتمع مدني للحوار، وطلب من السودانيين العمل على استكمال شعارات الثورة. نعلن الآتي: إلغاء حالة حظر التجوال، إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، إنهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولايات، الدعوة المفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني،
التأكيد الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان، تجديد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول إلى إقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة. هذا ويواصل المحتجون في العاصمة السودانية الخرطوم اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، وقد جدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والذي يقف وراء التظاهرات في السودان تمسكه بالاعتصام في الخرطوم وولايات سودانية أخرى حتى تنتقل السلطة الكاملة أو بالكامل لحكومة مدنية انتقالية. وطلب في بيان له الجيش بضمان انتقال السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير. ومن المقرر أن يلتقي المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم ممثلين من قوى إعلان الحرية والتغيير وأحزاب أخرى. وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري قد ذكر أن مهمة المجلس الأساسية هي حفظ الأمن والاستقرار، وأنهم لم يأتوا بحلول، مؤكدا أن الحلول يجب أن تأتي من المعتصمين. وقررت قوى الحرية والتغيير تلبية دعوة المجلس العسكري الانتقالي للجلوس إلى طاولة التفاوض بهدف الانتقال لسلطة مدنية. وفي مؤتمر صحفي عقدته هذه القوى السياسية والمدنية، دعا ساطع الحاج المتحدث باسم التحالف، دعا الجيش لتأمين انتقال سلمي للسلطة. نحن نرى الآن أن على الجيش حماية وتأمين الانتقال السلمي للسلطة المدنية لجماهير شعبنا. لا أمل لأن نعترف بأن الجيش يمكن أن يحكم في أي فترة انتقالية أو غيرها، هذا غير وارد. مهمة تأمين مطالب الجماهير بإقامة وتأسيس حكم مدني يتكون من مجلس سيادة مدني. وقال علي الريح السنهوري عضو تحالف الحرية والتغيير والقيادي في حزب البعث، قال إن الثورة حظيت بدعم ضباط وجنود القوات المسلحة وإن السلطة ستبقى مدنية في السودان، مؤكدا المطالب المتمثلة في تشكيل مجلس سيادي مدني ومجلس وزراء وجمعية وطنية وتشريعية. شعبنا الآن وقواه السياسية ونحن في الحرية والتغيير وفي كل إجماع الوطني جميعنا نرفض أي تشكيل عسكري يتولى السلطة في البلاد. السلطة لابد أن تكون سلطة مدنية، وبالحقيقة عندنا برنامج متكامل لمرحلة الانتقال. وفي نفس السياق طالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في السودان وعضو تحالف الحرية والتغيير محمد مختار الخطيب، طالب بفترة انتقالية مدتها 4 سنوات وحكومة انتقالية تشكلها المعارضة، وأضاف أنه لابد من عقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية يشارك فيها الجميع. مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية يشارك به كل أهل السودان، نكون هيئنا الظروف في سبيل أن نتفاقم سويا بحل الأزمة العامة اللي ألمت بنا منذ الاستقلال، ونستفيد من كل الإيجابات اللي تحققت ونثبتها، وننهي هذه الإخفاقات اللي تمت اللي ودتنا إلى هذه الأزمة وأدت إلى الدائرة الشريرة. يجب أن نتوافق جميعا في كيف يحكم السودان، كيف نرسم حاضر ومستقبل السودان، ثم بعد ذلك نصنع دستورا يحترمه الجميع فيه عدالة اجتماعية، تنمية متوازنة، نعمل سويا على تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وتداول سلمي ديمقراطي للسلطة واستدامة السلام الديمقراطي في السودان. ولمناقشة آخر التطورات في الساحة السودانية ينضم إلينا في الاستوديو السيد جمال محمد أحمد الإعلامي والمحلل السياسي السوداني، وكذلك ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم السفير الشفيع أحمد محمد رئيس المبادرة الوطنية للتغيير، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني الناشط الإعلامي معتز الأمين. أرحب بك معتز وأرحب بجميع الضيوف. أبدأ معك معتز، هل رشح
أبدت أي معلومات خاصة باجتماع القوى السياسية مع قيادة المرحلة الانتقالية العسكرية؟ نعم، تحية لكم وتحية لهذا الشعب العظيم قائد الثورة، والتحية للشباب بشكل خاص. هؤلاء الشباب الذين ما زالوا صامدين أمام مقر قيادة العام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. حتى الآن هنالك بعض الأسماء التي تم تداولها حول من الذي موجود بهذا الاجتماع، من بعض الشخصيات، ولكن لا يوجد شيء بشكل رسمي عن من الذي يجتمع الآن حاليا مع مجلس قيادة الثورة في أول المجلس الانتقالي لقيادة البلد في المرحلة الانتقالية. ولكن على الأرض الشباب الثوار ما زالوا معتصمين، ما زالوا موجودين يتوافدون نحو ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وهم ينتظرون الأنباء والأخبار التي ترشح أول بأول. حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد، لا يوجد خبر مؤكد. الشيء الوحيد الذي أراه أمامي أن كل الشباب متجمعين ينتظرون ما الذي سيحدث بعد هذا الاجتماع. طيب، أنت بوجودك مع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش، ماذا يريدون معتز؟ يعني ما الشعارات التي يرفعونها؟ ما المطالب التي يطالبون بها الآن؟ مبدئيا كانت خلال هذا الصباح كان الثوار يطالبون بمبدا المحاسبه لكل رموز النظام السابق. كانوا يهتفون ان هنالك رموز، هنالك شهداء قد سقطوا خلال هذه الثوره، وهنالك بالمسؤولين عن هذه الاغتيالات او العنف الذي صاحب الثوره خلال الاربع شهور الماضيه. هم الان ينتظرون تشكيل المجلس العسكري، ينتظرون تشكيل الحكومة المدنية المصاحبة للمجلس لإدارة الفترة الانتقالية في البلد. الشعارات الأساسية لهم، هم يطالبون أساسا بالمحاسبة لكل رموز النظام السابق، بما في ذلك ملفات الفساد، الملفات الأمنية بالنسبة للفترة التي صاحبت الثورة أدى إلى حتى الآن يبدو أن يطالبون بالمحاسبة والمحاكمة لكل الرموز. نعم، معتز، أفهم منك أن هناك رضا عن تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري لقيادة المرحلة الانتقالية. هل هناك رضا عن الاختيار على عكس ما كان مع بن عوف؟ نعم، هذا الكلام حدث بالأمس من لحظة إعلان تنحي بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وتعيين الفريق ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا لهذا المجلس. وخصوصا يعني تلاحظ الارتياح بين الثوار، وخصوصا في أوساط الشباب بعد البيان الذي تلاه بعد ظهر اليوم، البيان الذي تلا فيه عدة نقاط تختص بإلقاء حالة الطوارئ، يعني إطلاق سراح جميع المحكومين خلال تلك الفترة، واستقالة الفريق صلاح غوش من رئاسة جهاز الأمن. في هذه النقطة تحديدا كل الشباب يعتقدون أن صلاح غوش لم يقدم استقالته، وإنما أجبر على الاستقالة أو أقيل بشكل ما حتى يكون. ولكن في هذه النقطة الشباب بعضهم يقول أن هذا حفظ لماء وجه أحد رموز النظام، وبعضهم يقول أن هذه مرحلة تتطلب نوعا من الحكمة ومن إدارة البلد بشكل حكيم حتى لا تحصل أي تفلتات. الفريق ركن عبد الفتاح البرهان حتى الآن متوافق عليه، وإن كنت أسمع بعض الشباب يقولون أن كذا وكذا، ولكن بشكل عام هو متوافق عليه بشكل نعم. عام هنالك حالة من ابقى معنا. ننتقل الآن إلى متابعة هذا البيان من قبل المجلس العسكري الانتقالي في السودان. صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 1440 من الهجرة النبوية، الموافق اليوم 13 من شهر أبريل سنة 2019، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
كان ذلك بيان تشكيل؟ نعم، يبدو أن كان هذا البيان فقط الجزء الأخير الذي لحقنا به للإعلان عن مرسوم دستوري بتشكيل التشكيل الجديد للمجلس العسكري الانتقالي والذي سيقود المرحلة الانتقالية. سنوافيكم بكل تفاصيله بعد قليل عندما يصل إليه، سألقيه على مسامعكم مشاهدين الكرام. لكن دعوني أذهب إلى ضيوفي مرة أخرى، أرجو أن يبقى معي معتز خصوصا عندما نسمع لي ما قيل من تفاصيل في هذا المؤتمر الصحفي. لكن سيادة السفير الشفيع أحمد محمد، نحاول أن نقرأ معك هذه التطورات السريعة على الساحة السودانية. البشير ذهب ثم بن عوف الآن ذهب، والآن الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. كيف ترى إجمالا هذه التطورات؟ طيب، يبدو أن السفير الشفيع لم يستمع إلى سؤالي، سأذهب بسؤالي أيضا إلى ضيف الاستوديو الإعلامي جمال محمد أحمد، ونفس السؤال لك سيد جمال، تفضل. أهلا سيد أحمد. أهلا بك. حقيقة الأحداث تتسارع في الخرطوم من إثر يعني اقتلاع المشير البشير. نعم. من قبل المجلس العسكري الأول بقيادة ابن عوف، وكان هذا المجلس غير مقبول وغير موافق. نعم. دعني أقاطعك عفوا، سنذهب للمؤتمر الصحفي للاستماع إليه. إلى محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019. الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا. الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا. الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا. الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عضوا. الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا. الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا. اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضوا. صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 1440 من الهجرة النبوية الموافق اليوم الثالث عشر من شهر أبريل سنة 2019. الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي. إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا لهذا المؤتمر الصحفي بالطبع كان قبل قليل للمجلس الانتقالي العسكري، وهذا المرسوم الدستوري بالإعلان عن تشكيلة المجلس. وكما استمعنا هذه تشكيلة عسكرية، كل الرجال داخل المجلس الانتقالي هم من العسكريين، وجميعهم أو أغلبهم على درجة فريق عسكري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي كما رأينا سيدير المرحلة الانتقالية من خلال هذا المجلس العسكري الانتقالي. سيد جمال تفضل. هذا التشكيل متوقع أن يكون كله من العسكريين، وليس فيه يعني مفاجأة، كلهم من الفرقاء والألوية، حتى أن الفريق حميدتي هو يعني برضو من المتوافقين المشاركين فيه. سأقاطعك مرة أخرى، يبدو أن المؤتمرات الصحفية كثيرة، وهذا مؤتمر صحفي للمتحدث باسم حكومة المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق الوطني الليبي. فإلى طرابلس. قامت قوات الجيش الليبي بالمنطقة العسكرية الغربية بضبط متسللين جنوب غريان بحوزتهم عتاد وإمدادات يحاولون إيصالها للانقلابيين المطاردين في محيط طرابلس إلى غريان، فألقت القبض عليهم وضيقت الخناق أكثر على المتواطئين مع حفتر. بعد الخسائر التي تكبدتها الميليشيات الانقلابية على الأرض، تدخل طيران الانقلابيين لنجدتهم، لكنه ككل مرة استهدف الأحياء السكنية
والمؤسسات المدنية والتعليمية في خرق جديد لكل المواثيق الدولية في حماية المدنيين ليضيف فصلاً جديداً لجرائمه السابقة. جدد طيران الانقلابي حفتر محاولاته لاستهداف مطار معيتيقا وسعيه لضرب سجن يحوي مئات من الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب تم القبض عليهم في سرت إبان عملية البنيان المرصوص. من جانبنا والتزاما منا بواجبنا في حماية الليبيين، فإن جيشكم الليبي واصل اليوم مساهمته في إخلاء عائلات عالقة في بعض مناطق الاشتباك بعد وصول القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل الانقلابيين إلى منازلهم وتهديد حياتهم، وخاصة في محور عين زارة حيث سطر اليوم أبطالنا ملحمة يخلدها التاريخ. تأكيداً على التزامنا بالمواثيق الدولية وتنفيذاً لتعليمات قادة العملية، تم السماح لفرق الهلال الأحمر الليبي بتفقد المقبوض عليهم من المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة ممن قبض عليهم في أرض المعركة. أخيراً نؤكد مجدداً أننا لم نبدأ هذه الحرب، لكننا نحن من سيحدد زمان ومكان نهايتها. رحم الله شهداءنا وشفي جرحانا وعاشت ليبيا حرة. شكراً. نعم مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى تصريح صحفي للمتحدث باسم حكومة أو القوات الخاصة بحكومة الوفاق الوطني الليبي، يتحدث فيها عن تطورات العملية العسكرية الأخيرة ضد قوات خليفة حفتر. وسنشاهد الآن صور للأداء اليمين الخاصة بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، والذي أعلن عنه منذ قليل في تصريح صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، وكنا أذعناه منذ دقائق قليلة. سنشاهد الآن على شاشتنا القسم اليمين كإدارة للمرحلة الانتقالية في السودان لمدة ستصل إلى عامين، حسبما ذكر ذلك رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، اكتمل الآن المجلس الانتقالي العسكري السوداني والذي سيدير المرحلة الانتقالية خلال الفترة القادمة تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقبل قليل استمعنا إلى أسماء تشكيل هذا المجلس العسكري، وبالطبع جميعهم من القادة العسكريين من الأفرع المختلفة للقوات المسلحة السودانية. وعودة إلى ضيف الذي قاطعته كثيرا سيد جمال، إذن الآن اكتمل المشهد الخاص بالمجلس الانتقالي. سيد جمال تفضل. دعني أرجع للبيان الذي تلاه الفريق عبد الفتاح برهان بعد توليه رئاسة المجلس العسكري. هذا البيان بطبيعة الحال البيان الذي تلاه ابن عوف من قبل كان مرفوض جملة وتفصيلا، وإحنا ذكرنا الكلام ده حتى في نفس المكان، ولكن البيان الذي تلاه البرهان الفريق البرهان يعني كان مقبولا قبول مشوب بالحذر، يعني أكثر هضما وأكثر يعني إمكانية للتعامل معه، خاصة وأنه يعني جاء في حيثيات البيان أن إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجول ومحاكمة الفاسدين، ويعني هو طرح بعض الأمور التي طالب بها الثوار في ميدان القيادة العامة، وهذا من إيجابيات البيان. مشاهدينا الكرام، يبدو أننا لدينا الكثير من المؤتمرات الصحفية، فعودة إلى الخرطوم مرة أخرى والمتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري في السودان. عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019. الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019. الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا. الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا.
الفريق طيار رك صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا، الفريق الرك جلال الدين الشيخ الطيب عضوا، الفريق الرك شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس، الفريق الرك ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا، الفريق الرك مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا، اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضوا. صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 1440 من الهجرة النبوية الموافق اليوم الثالث عشر من شهر أبريل سنة 2019. الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي. إذن مشاهدينا كما رأينا انتهى قبل قليل أول اجتماع بين وفد المعارضة السودانية والمجلس العسكري، شدد خلاله الوفد على ضرورة تشكيل حكومة مدنية لتولي المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات. وانطلقت المفاوضات عصر اليوم السبت بين وفد المعارضة برئاسة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أحد أبرز قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح برهان في مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم. ضم الوفد المعارض بالإضافة إلى عمر الدقير 9 أعضاء آخرين هم مريم الصادق المهدي وصديق يوسف وعلي الريح السنهوري ومحمد ناجي الأصم وأحمد ربيع والطيب العباسي وأيمن خالد وحسن عبد العاطي ومدني عباس مدني. وعقب الاجتماع قال الدقير في تصريحات إن الوفد طلب بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام القديم، مشيرا في المقابل إلى أن البرهان تعهد بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وتزامن أيضا مع الاجتماع احتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء السبت، وفي انتظار خروج وفد المعارضة عقب لقائهم بالمجلس العسكري. وأيضا منذ قليل كنا استمعنا إلى البيان العسكري الخاص بتشكيل المجلس العسكري الانتقالي لقيادة المرحلة الانتقالية تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان. دعوني أذهب إلى ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية سفير الشفيع أحمد محمد رئيس المبادرة الوطنية للتغيير، وابتداء قراءتك المبدئية سيادة السفير لكل هذه التطورات حتى هذه اللحظة. سيادة السفير السؤال لك، أرجو أن أستمع إلى قراءتك لهذه التطورات السريعة، تشكيل المجلس الانتقالي، لقاء المعارضة أو بعض من يمثل المعارضة مع المجلس العسكري، كيف ترى يعني كل هذه التطورات الأخيرة سيادة السفير؟ يبدو أن سيادة السفير لم يستمع إلى سؤالي. أيضا ما زال معي على ما أعتقد النشط الإعلامي معتز الأمين. معتز، إذن يبدو أن هناك بعض ما خرج من الاجتماع بين قادة المعارضة أو من يمثلون المعارضة والحراك السوداني وبين المجلس العسكري، هل لديك أي جديد في هذا السياق غير ما تابعناه منذ قليل؟ نعم، حتى الآن أنا خرجت بعيدا قليلا عن مكان الاتصال حتى لا يكون الضجيج صوت الهتاف العالية تؤثر على المكالمة، ولكن حتى الآن أرى أن هنالك نفس الهتافات ونفس الشعارات التي حتف بها الثوار ما زالوا يهتفون بها. إعلان تشكيل المجلس العسكري ربما يكون خطوة جيدة في مجال افتاح المجال لحكومه مدنيه سيتم تعيينها لاحقا على ما اعتقد بعد ان يتم ينتهي التشاور الذي يجري الان ما بين بعض القيادات السياسيه والمجلس العسكري. الان لا ادري ما هو الذي سيصير بعد الذي سيحدث بعد ذلك. الثوار ما زالوا موجودين على الارض، هم يصرون على تشكيل الحكومه المدنيه، ومن ثم يعني عاده بالامس كنا ننتظر بيان الفريق رضوان عبد الفتاح البرهان،
خرج البيان بتعيينه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. اليوم أصدر الفريق مصر عبد الفتاح البرهان بيانا آخر فيه بعض القرارات التي جعلت الثوار يرتاحون قليلا. الآن بعد قليل سأدخل إلى مكان اعتصام، ربما ينقطع الاتصال لو دخلت إلى هناك، لكن لأرى ردود الفعل حول هذا المجلس الذي تم تعيينه الآن. الاجتماع الذي يدور أو يعتقد أنه يدور الآن ما بين قادة المجلس العسكري وبعض القيادات القوى السياسية في السودان لم يرشح عنه شيء حتى الآن، لأن هذا الاجتماع هو مختص بتشكيل الحكومة المدنية، بالتشاور حول تشكيل حكومة مدنية لقيادة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية جنبا إلى جنب مع المجلس العسكري. طيب يبدو أن ما رشح معتز، يعني قبل أن على الأقل نختم معك هذه الجولة من الأسئلة، أن المعارضة السودانية كل ما طلبته أو تمسكت به حكومة مدنية كاملة الصلاحيات كما رأينا في العواجل الآن، لكن يبدو أن لا يوجد تفاصيل حول تشكيل هذه الحكومة، متى ستشكل، كيف سيتم اختيار أعضاء هذه الحكومة، لكن هل تعتقد أن هذا هو الهدف الرئيس الآن من جولة المفاوضات بين المعارضة وبين المجلس العسكري؟ نعم، وهنالك فرق كبير ما بين ما ينتظره الشعب، عامة الشعب السوداني، وما ينتظره الثوار على الأرض، الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لديهم رأي في بعض القيادات أحزاب المعارضة، هم يرفضون بعض الشخصيات التي كانت يعني يعتقدون أنهم شاركوا في هذا النظام بشكل أو بآخر. الآن أن ينتظر كل الشعب السوداني ينتظر، ولكن بشكل خاص الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ينتظرون هذا الإعلان، وربما يكون هنالك رفض آخر كما تم رفض أمس، كما كان الرفض يوم أمس لشخصية الفريق النعوف. الآن ربما يكون هناك رفض آخر لبعض الشخصيات، ربما يكون هناك ردود فعل رافضة لبعض الشخصيات إذا تم الإعلان عن هذه الحكومة. نعم، المعارضة الآن في قياداتها السياسية وبكافة أطيافها هم يطالبون بحكومة مدنية خالصة تقوم بإدارة شؤون البلاد، وهذا ما أعلنه الفريق عبد الفتاح البرهان. هو أعلن أن تكون هناك حكومة مدنية ستقوم بإدارة شؤون البلاد، واقتصر واجبات المجلس العسكري الانتقالي على بعض النقاط من ضمنها تثبيت الأمن، من ضمنها تأكيد فتح مجال الحريات لكل المكونات السياسية لبناء نفسها خلال الفترة الانتقالية حتى يتم الانتقال الكامل للسلطة المدنية. هو يؤكد على هذا الكلام. فإذا الثوار متفائلين أن إدارة شؤون البلاد السياسية ستكون بحكومة مدنية خالصة، ولكن من الذي سيكون في هذه الحكومة؟ كيف سيخرج هذا التشكيل؟ طبعا. هل سيكون مرضيا لهم أم سيحتاجون إلى مزيدا من الكرات والأقسامات الأخرى حتى يسقطوا كما يقولون هم جاهزين لإسقاط أي شخص لا يتم التوافق عليه مهما كان مدنيا أو عسكريا. طيب يعني ابتداء أشكرك شكرا مبدئي، لعلنا سنعود إليك في أي وقت. المعتز الأمين الناشط الإعلامي والموجود الآن في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، أشكرك شكرا جزيلا. عودة لضيفي في الاستوديو السيد جمال محمد أحمد مرة أخرى، إلى أي حد هذه التطورات مرضية من وجهة نظرك؟ أرجع لبيان رئيس المجلس، زي ما ذكرت لك البيان يعني فيه قبول مشوب بالحذر، لأنه فيه إيجابيات كبيرة وكانت يعني منتظرة من قبل الثوار، من قبل الشعب بصفة عامة. أيضا اليوم من ضمن الإيجابيات رشحت الأنباء عن استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح قوش، ولكن بعض المصادر ذكرت أنه أقيل. وكان حتى إذا لم يستقيل فكان حيكون برضو أيضا مطلب من مطالب الثوار، لأنه هو يعني على رأس جهاز شارك في قتل وتعذيب واعتقال عدد كبير جدا من الثوار ومن الشعب على طيلة الفترة الماضية. ومن ضمن المطالب حاليا أيضا
وتم ذكر هذا المطلب من قبل اجتماع الحركة مع المجلس العسكري، إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، لأن وجوده بقطاعاته ودوائره يعني فيها كثير من زي ما أنت عارف يعني. فالآن محتاجين لأنه يكون جهاز معلوماتي فقط وليس جهاز قهر وجهاز بشع وجهاز ارتكاب مجازر وارتكاب. أعتقد هذا ما طلب به حتى وفد المعارضة في لقائه مع عبد الفتاح فقط برهان. نريد جهاز معلوماتي فقط لكي يحافظ على أمن الدولة من الخارج، ولكن من الداخل هنالك أجهزة أمن أخرى، هنالك وزارة الداخلية، أجهزة المباحث، أجهزة هنالك أجهزة كفيلة بأن تصون أمن الداخل. يبدو أنه عاد إلينا سيادة السفير الشفيع أحمد محمد، أرجو أن يكون الآن مستمع إلي. سيادة السفير، سألتك أكثر من مرة لعلك لم تستمع إلى صوتي عن رؤيتك لهذه التطورات في السودان فيما يخص التشكيل النهائي للمجلس العسكري الانتقالي، فيما يخص لقاء حتى بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة مع المجلس العسكري. كيف ترى بشكل عام هذه التطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التطورات التي بدأت منذ اليوم قبل الأمس، أنا في تقديري أنها هي تطورات إيجابية في أطار معالجة المشكلة السوداني شديد التعقيد اللي هو كثيرا من الفسيفساء هنا وهنالك في بلد هش في تركيبته، متهتك في كثير جدا من مؤسساته من مؤسسات الدولة. ولذلك أنا أرى أن استجابة القوات المسلحة لتولي السلطة واستلامها ومن بعد ذلك الإشراف ووضع التدابير الكفيلة بمرحلة انتقالية تحكم فيها حكومة مدنية ذات كفاءات تختار بعناية لكي تعالج ملفات محددة ولكي تهيئ الظروف لكل مكونات الشعب السوداني السياسية منها والمنظمات المجتمع المدني وكل هذه المؤسسات حتى تعيد ترتيب أوضاعها وتعالج أوضاعها وتستعد وتتهيأ لانتخابات تأتي في وقت بعد أن نتجاوز هذه الإشكالات. ولذلك أنا أرى أن هذه التطورات علينا نحن هنا أهل السودان جميعا وخاصة رأس الرمح في الحراك، الشباب الذين هم في الحراك، قوى الحرية والتحرير، كل أهل المبادرات التي تدعو إلى التغيير، نحن نحتاج أن ننظر إلى هذه المرحلة بعقل فاحص وبصدر مفتوح، وأن أيضا نحاول أن نسترجع ماضينا لننظر إلى المستقبل بعين جديدة ولا نظل واقفين في مكان واحد. أنت شخصيا مستريح لقيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان للمرحلة الانتقالية على رأس المجلس العسكري الانتقالي سيادة السفير؟ أنا أستريح إلى تولي مؤسسة القوات المسلحة ومعها الأجهزة النظامية الأخرى أن تتولى زمام الأمر في هذه المرحلة الحرجة. هؤلاء الأشخاص يأتون وفق تراتيبية بدرجاتهم. نحن إذا كنا في انقلاب فالانقلاب تأتي أي قوة، هي قد تكون منظمة أو غير منظمة، ربما تكون تآمرت أو اتفقت قبل أن تقوم بهذا الأمر، وليس بالضرورة أن يكون قائد هذه القوة من الرتب العليا، يستطيع أن يكون رائد ويقوم بانقلاب ويرقي نفسه إلى فريق ويعفي كل الأفرقاء الذين من فوقه وهو يطبق البرنامج الذي يريد. أما في مثل حالتنا قامت ثورة شعبية واستجابوا وانحازت لها القوات المسلحة والقوات النظامية واستلمت زمام الأمر، فالأمر هنا استلام السلطة ووضع ترتيبات لكي تسلم هذه السلطة بأمانة للشعب. وأنا عندما أقول بترتيبات هذا يتطلب مننا وعي، لأننا كنا تحت ظل حكم امتد لأكثر من 30 عاما وربما سبق كل مؤسسات الدولة بصبغته. نعم. والآن نحن نتكلم عن وضع جديد، أن تكون المؤسسات للدولة وليست للحزب،
وهذه تتطلب مننا وعي جديد وإدراك جديد وتفهم جديد لكل الخطوات التي نقوم بها حتى نبلغ هذه المقاصد دون أن تؤدي إلى أي تفجير من في الموقف بيننا وبين القوات المسلحة أو بيننا وبين القوات النظامية الأخرى أو بيننا نحن كمكونات شعب. فهذا هو الوقت أكثر وقت نحتاج فيه إلى تضافر، نحتاج فيه إلى وحدة، ونحتاج فيه إلى تلاحم أكثر، ونحتاج فيه إلى إعطاء ثقة أكبر لقواتنا المسلحة وقواتنا النظامية. كما أعانتنا على اقتلاع النظام ورأسه وبعض الذيول الأخرى، تعيننا أيضا على إعادة الهيكلة وإعادة الترتيبات مع حفظ الأمن والإشراف على السيادة ومساعدتنا في تشكيل مؤسساتنا التي تقود المرحلة الانتقالية. سيادة السفير، لدي خبر سأقرأه وبالطبع سأعود إليك مرة أخرى للتعليق على هذه التطورات. مشاهدينا الكرام، صدق رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول صلاح جوش من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. وذكر إعلام المجلس العسكري الانتقالي أن جوش تقدم باستقالته من إدارة الجهاز مساء أمس الجمعة. وينضم الآن إلينا عبر الهاتف من أديس أبابا السيد صديق محمد الشامي القيادي في تجمع المهنيين السودانيين. سيد صديق، أحييك. هل لك تعليق ابتداء على الخبر الخاص باستقالة أو إقالة الفريق أول صلاح جوش من منصبه كرئيس للمخابرات السودانية ولقوى الأمن؟ أولا الشكر لقناة الجزيرة على تغطيتها المميزة لشرق السودان. احنا كنا نتمنى بانه يعني صلاح جوش يقيم ما يستغل، الى انه صلاح جوش يعني بدا وعمل واسس جهاز ضغط وجهه تجهيز مباشر لقمع المتظاهرين. فانا في اعتقادي بانه يقيم ولم يستغل، ده واحد. نعم. الشيء الاخر، اول حاجه يعني نسمي الخطوات الجبارة التي قام بها بعد الفريق أول برهان بتناديه لقوى الحراك لتدارس ضروبات المرحلة الغادمة. لكن برضو كمان الغادمة بالتأكيد عندها مطلوبات، والمطلوبات لا بد أنها تحقق. نعم. إحنا ما زلنا ننادي بحل حزب المؤتمر الوطني، لأن حزب المؤتمر الوطني ده مؤسسة ضخمة، دولة داخل دولة. كنا يعني تواغين بأننا نسمع قرار يختص بمؤسسات المؤتمر الوطني العسكرية اللي هي الدفاع الشعبي وطيزر. إذا المجلس الانتقالي أراد أن تستقر الأمور في السودان استقرار يقولها موضع أمان وإنغاز السودان، لا بد من النظر إلى هذه المشكلة. لا واحد. الشيء الثاني، أنا شخصيا لا أؤيد حل جهاز أمن الدولة، لأن عندنا تجربة. التجربة بتاعت ثورة أبريل 85 تركت فراغ هائل، فراغ أمن هائل، استطاعت نفس الجبهة أو نفس المؤتمر الوطني أو الجبهة الإسلامية أو الاتحاد الإسلامي بأن يتسلل منا ويستولى على ثورة يعني كانت حتغير ملامح السودان. لكن لنرجو من المجلس العسكري، والمجلس العسكري فوضوا الشارع وأبدأوا سلطة ثورية بأن ينظم لنا جهاز الأمن ويجعل جهاز الأمن جهاز بتاع معلومات وليس جهاز مصادم. نعم. فاستقالة صلاح جوش يعني وضعت الثورة في مكان صحيح، لأنه هو من قمع الشارع، وهو كنتو يعني لاحظوا الفيديوهات اللي كان بيتسرب بأنه هو من قام بقمع الشارع. فنحن نحيي يعني أخونا برهان بإقالة صلاح جوش.
طيب يعني لكن اسمح لي، ما الذي تملكه يعني فكرة الأدوات القوى وأوراق القوى التي يمتلكها الآن المهنيين، تجمع المهنيين السودانيين؟ هل هي فقط وجود الناس في الشارع، وجود المعتصمون في الشوارع الآن، أم هناك أوراق أخرى يستطيعون من خلال هذه الأوراق الحصول على كامل المكاسب الخاصة بالثورة السودانية، إذا صح يعني هذا التعبير؟ بالتأكيد طبعا، يعني تجمع المهنيين ده ما تجمع افتراضي، تجمع المهنيين تجمع يعني فيه تنبرات، فيه الناس تعب الخبرة السياسية، عنده برنامج سياسي موضوع، عنده برنامج اقتصادي لأنغاز البلد، عنده برنامج اجتماعي يستطيع بأنه على الأقل يعني يلين ال 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 ما فعل المؤتمر الوطني في النسيج الاجتماعي. فوجود الشباب في الشارع ده يمكن ضرورة حتمية. الثورة بتتطلب يعني ضغط إيجابي، والضغط الإيجابي ده لابد إنه يكون يعني ضغط متواصل، ضغط بتاع جموع بتاع شمول، فعشان نحن نصل ل ل ل لأهداف الثورة لابد لنا من إيجاد آلية نستطيع بإنه نضغط بها عشان نصل للأهداف الأساسية اللي خرجنا من أجلها. فعندنا يعني عندنا بعد اجتماع المجلس مع مناديب قوى التغيير، بعد كده بيكون عندنا رأي آخر يعني. نعم، على حال أشكرك شكرا جزيلا السيد الصديق محمد الشامي القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، كنت معي عبر الهاتف من أديس أبابا، ومعنا أيضا عبر الهاتف من الخرطوم السيد أبو بكر عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي. أحييك سيد أبو بكر، أريد أن أستمع إلى رأيك ابتداء بشكل عام في هذه التطورات، تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، حوار المعارضة مع الفريق أول عبد الفتاح برهان، كيف ترى هذه التطورات؟ أنا أستطيع أن أشاور المعارضة مع أول بالتحديد الآن لا نستطيع أن نتحدث عن حكومة معارضة، أما الكل معارض الآن. نعم. لكن حوار يعني تجمع المهنيين والحرية والتغيير مع المجلس العسكري أنا أفتكر أنها هي خطة إيجابية. نعم. لأن الأمر ليس هنالك خصام بقدر ما هنالك اختلاف رؤى. بس هذا اللقاء أنا أفتكر مهم جدا، هي قناعة إيجابية، يعني بالضرورة أن مجموعة المهنيين الآن يفكر تفكيرا واقعيا في التعامل مع التحول الذي تم، ومن ثم نظر إلى المستقبل يعني. لذلك أنا أفتكر الموافقة هي مسألة إيجابية، والحوار مع المجلس العسكري هو مسألة إيجابية، لكن الحوار طبعا عملية طويلة وشائمة تحتاج بكثير من الصبر والتحمل والتقدم يعني. لا، هي محاولة للمقاربة بين أعراب متباعدة ومختلفة، قد تكون وقد يكون هنالك منها مشترك. نعم، لكن فكرة المرحلة الانتقالية، البعض يتحدث عن أن إطالة المرحلة الانتقالية ليس في صالح الثورة السودانية وليس في صالح التغيير، هل تتفق مع هذا الطرح سيد أبو بكر؟ أنا أتفق معه تماما، لأنه استمر النظام المجلس العسكري لمدة 4 سنوات، فإن تطاول الأمد يغري بالاستمرار في السلطة ويحل المفصل، وبالتالي يعني تأخذ فتنة السلطة وشهوتها بعقول ونفوذ المجلس العسكري، وبالتالي يمكن أن يستمر بحضارة عسكرية محضنة وقد يتحول إلى نظام استبدادي ديكتاتوري فتوراتي. الجانب الثاني، 4 سنوات هي مرحلة بتاعة حكومة منتخبة في أمريكا وفي كل الدنيا يعني. نعم. وبالتالي يكون مقائم على التصويت الشعبي، فلا يمكن أحد أن يتحدث 4 سنوات وغير منتخب من الشعب. أو ما فيش حد يتحدث عن 4 سنوات، الحديث عن عامين فقط يا سيد أبو بكر. نعم، يعني لم يتحدث أحد عن 4 سنوات، البعض هي حديث عن عامين. تجمع الآن يتحدث عن 4 سنوات. اليوم محمد مختار الخطيب سكرتير العام الحزب الشيوعي السوداني تكلم عن 4 سنوات. نحن في حوارنا قبل سنوات مع تجمع تجمع التحالف المعارض كان يتحدث عن 4 سنوات، حزب البعث والحزب الناصري والحزب الشيوعي وكل الاحزاب الاخرى، لانها تعتقد انها قد تطاول بينها وبين السلطه وانها حربت بفتره طويله جدا، ولذلك هي تحتاج لفتره انتقاليه
يعني تمثل أربع سنوات حتى تستطيع أن تبني كيانها الحزبي وتشكيلاتها الإدارية والتنظيمية، لحتى تستطيع أن تقدم لأداءات جديدة للرأي العام، تستطيع أن تنافس في استعداد تام في العملية الانتخابية. شكرا لكم. يرون أن أربع سنوات هي الوقت المناسب. نعم. حينها تصل التفاوض بيننا وبينهم إلى 30 شهرا. لكن نحن في رؤيتنا كمؤتمر شعبي أن الفترة الانتقالية ينبغي أن تكون سنة. الآن الذي فعله المجلس العسكري الانتقالي أنه وازن بين الأربع سنوات وبين السنة، تختار حظر وسط هو سنتين يعني. سنتين أفتكر كسجل وحد أعلى، أنا أفتكر هي مناسبة جدا، يعني حتى يستطيع الأحزاب أن تشتغل في الحمل السياسي وأن تحشد الجماهير وأن تتصل بها في القرى والفردان والمربعات وأن تشكل وجودها حقيقيا يعني. شكرا جزيلا. لذلك أفتكر أنه الحديث عن أربع سنوات غير مقبول تماما، والحديث عن ست شهور غير مقبول يعني. فهذا التوقيت الذي اختاره المجلس العسكري فيه شيء من العبرة والموعظة بتاريخ السودان. تمام. عفوا للمقاطعة لكن وضحت الفكرة. السيد أبو بكر عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم. وقبل أن أعود لضيف الاستوديو دعني سريعا سيد جمال أن أخذ سؤال قبل أن يفارقنا سيادة السفير الشفيع. سيادة السفير، فيما يخص المرحلة الانتقالية ومدتها، المجلس العسكري يتحدث عن عامين، بعض الأحزاب تتحدث عن أربع أعوام، والبعض يرى أن سواء عامين أو أكثر هذه مرحلة طويلة جدا في المراحل الانتقالية، من الممكن أن تفشل هذه المرحلة بشكل عام كما رأينا في تجارب أخرى. أنت رأيك في هذا الأمر ما هو سيادة السفير؟ أخي الكريم، أرجو أن أقول نقاط سريعة جدا. تفضل. النقاط السريعة منها أننا يجب علينا أن نعرف بأننا نريد أن ننتقل من مرحلة هي امتدت لحوالي 70 سنة، منها 30 سنة هي عمر الإنقاذ، وليس انتقال من حكومة كان رئيسها عمر البشير إلى حكومة أخرى يرأسها شخص آخر. الشيء الثاني، القوة السياسية يجب أن لا تتجه نحن القوات المسلحة والقوات النظامية حتى تجث لها خصومها السياسيين لكي تفرغ لها الساحة وتأتي هي وتكون في السلطة. هذه لن يصلحها ولن يصلح البلد. فعلينا أن نفكر بعقلية أننا جميعا كسودانيين علينا أن نتجاوز كثير جدا من السلبيات التي كنا نتعامل معها، ثنائية علمانية إسلامية، ثنائية تقدمية متخلفة، ثنائية شمال وجنوب، ثنائية شرق وغرب، ثنائية عربية وأفريقية. نحن نريد أن نتجاوز هذه كلها لنكون سودانيين ونبني سودانا نعتز به جميعا. الوطن الذي نريد يا أخي الكريم للوطن الذي أراه أنا وللوطن الذي يراه الذي يناقشني، ولكن الوطن الذي نراه جميعا، وهذا يحتاج منا أن نجلس نتفق جميعا على الوطن الذي نريد وكيف نبنيه. أما بخصوص الفترة الانتقالية وغيرها، فحقيقة أيضا نحن يجب أن نكون بوعي شديد. أنا أعلم أن بعض القوى ربما هي طال البعد بينها وبين جماهيرها بسبب التضييق عليها في فترة الإنقاذ، وهي تريد فترة أطول حتى تلتحم بجماهيرها. وبعض القوى هي ملتحمة بجماهيرها وفقط تحتاج إلى فرصة لكي تثب على كرسي الحكم، ولكن من منطلق وطني مخلص. أنا أقول هذا الكلام من منطلق وطني مخلص. نحن أهل السودان نعرف أننا نعيش الآن مشاكل معقدة جدا لا يمكن أن تحل في عام أو عامين. حتى إذا كان الفترة الانتقالية عام واحد وأجريت انتخابات وجاء حزب لن يفعل شيئا، صدقني أخي الكريم سوف تمتلئ الساحات مرة أخرى أمام قيادة القوات المسلحة لكي تخلصنا من حكم أو تستلم حكم أو تأتي هي من تلقاء نفسها بانقلاب. أقول ذلك لماذا؟ لأن يا أخي نحن في طوال هذه الفترات الأحزاب كلها تهتكت، لا يوجد حزب الآن جاهز لكي يخوض انتخابات، النقابات تهتكت، الخدمة المدنية تهتكت، الإخوان يتحدثون عن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، من يقوم بهذه الهيكلة؟ وفي أي وقت يمكن أن يتم حزب 30 سنة يعني هو ممسك بكل مؤسسات الدولة؟ هل هذه يمكن أن تتم في عام واحد أو في ستة أشهر؟ لا أعتقد أن
هذا الأمر صحيح. لذلك نحن نحتاج إلى فترة أطول حتى ننظر يا أخي الكريم إلى كل المشاكل التي قعدت بالسودان ذو الإمكانات الهائلة قعدت به حتى لا يتحرك. نريد يا أخي السودان أن نصل إلى سلام مع الحركات المسلحة. الخلافة يعني كم سنة تحديدا نحتاج؟ نعم حد أدنى، الحد الأدنى الذي نحتاجه يا أخي الكريم 3 أعوام حتى نتجاوز ما بيننا ونبني الثقة بيننا نحن كمكونات في هذا السودان. لا توجد ثقة. طيب. في الحزب الواحد لا توجد ثقة. طيب يا أخي والإخوان بعض الإخوان عندما يتحدثون عن برنامج جاهز لو سمحت آخر نقطة تفضل. البعض شايف ان اطاله المرحله الانتقاليه ان بعض الاخوان الذين يتحدثون المؤسسه العسكريه وليس لصالح الاحزاب السياسيه يتخوفون من التجربه المصريه على سبيل المثال، ايه رايك أخي الكريم؟ المؤسسة العسكرية هي مؤسسة سودانية وطنية وهي قد أخذت الدرس، لن تتغول على حقوق الشعب من بعد هذا يا أخي الكريم. وإذا سولت نفسه أي من هذه الجهات لكي تتغول على حقوق الشعب فهو قادر على استردادها. ولكن دعني أيضا أقول يا أخي بعض المكونات تتحدث عن برامج جاهزة لتشكيل الحكومة ولبرامج لتسيير الدولة، هل ناقشت هذه البرامج مع هؤلاء الشباب الذين يعتصمون حتى يكونوا جزء منها؟ هل ناقشتها مع قوة السودان الأخرى حتى نكون جزء منها؟ أخي الكريم نحن نريد برنامجا في الحد الأدنى نتفق عليه جميعا، جميع مكونات أهل السودان، حتى جميعنا يكون حريص على إنجاحه، ولا توجد أي جهة تكون تعمل من أجل يعني عدم إنجاح هذا البرنامج. هذا لا يتأتى بأن أفرض أنا برنامجي أو تفرض أنت رؤيتك، ولكن هذا يتأتى في حالة واحدة، أن نكرس ثقتنا في قواتنا المسلحة وفي أنفسنا، وأن تتيح لنا المجال لفترة معقولة جدا، أدناها أنا أضع أدناها 2 عام ولكن لا تقل عن 3 سنوات بأي حال من الأحوال، حتى نجلس. الشيوعي يجلس مع الإسلامي يا أخي، والجمهوري يجلس مع السلفي يا أخي، ونتفق على سودان واحد، هذا الذي يخارجنا. ولكن لن يخارجنا أبدا أن نقصي هذا الطرف أو نقصي ذلك الطرف أو نهتبل هذه الفرصة، لأنها إذا كانت قصيرة تمكنني أنا من الاستيلاء السلطة، ولا إذا كانت طويلة تمكن الآخر من استولاء السلطة. لا يا أخي الكريم، أهل السودان قد تعبوا كثيرا من مثل هذه المجاسفات، والنخبة الحاكمة دائما أنانية جدا، أنا أقول لك وأنا منهم، نحن أنانيون جدا، نريد أن نحكم هذا الشعب فقط، ولا نريد أن نقدم الحلول التي يمكن أن تنقذ هؤلاء الأجيال وهؤلاء الشباب من مستقبل لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مصيره. ولذلك يا أخي أنا فيما يختص في هذه الفترة الانتقالية علينا قبل أن نحدد هي 2 أو 3 أو 1 سنة أننا نعطي القوات المسلحة الفرصة الكافية بأن تشكل مجلسها، يكون مجلسا راعيا ومشرفا حافظا للأمن وممثل للسيادة، شريطة أن تكون الحكومة التي تدير البلاد حكومة هي حكومة تكون مدنية وحكومة كفاءات بعيدة من الحزبية. أنا رأيي الشخصي أن أي كفاءة تبثل في الحكومة القادمة يجب أن تتجرد من الحزبية، وأن يشترط على أن أي من يمثل في الحكومة القادمة لن ينزل أي انتخابات قادمة حتى تنشغل فقط بإنجاح فترتها وتنشغل بالنجاح في ملفاتها، ولا تنشغل بما يمكن أن يحدث في الانتخابات. هذا الذي إذا حصل هذا فإن السودان موعود باستقرار، وإن لم يحدث هذا وتكالبت القوى السياسية على تولي السلطة فإننا موعودون بعودة أخرى إلى القيادة العامة، أو تأتي إلينا من غير استشارة من عبر الموسيقى العسكرية في 6 صباحا في يوم من الأيام. سيادة السفير الشفيع أحمد محمد رئيس المبادرة الوطنية للتغيير كنت معي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم، أشكرك شكرا جزيلا، تأخرت عليك كثيرا سيد جمال وأتأسف للمرة الثالثة لكن سأعطيك المجال. يبدو أننا وصلنا إلى التفاصيل، وفي التفاصيل تكمن الشياطين إذا صح هذا التعبير. إذن المرحلة الانتقالية التي يجب أن تؤدي إلى حكومة مدنية إلى أن الشعب يحكم نفسه، كيف تكون من وجهة نظرك؟ هو في الحقيقة هذه المرحلة بدأت أوريدي يعني، بس كنت عايز أشيد بالطرح اللي طرحه سعادة السفير الشفيع يعني في جميع تفاصيله. الحقيقة يعني الاجتماع اللي حصل قبل شوية بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين
اجتماع ضروري ومهم جدا. بالنسبة للفترة الانتقالية يعني الناس سنة سنتين ثلاث، أنا في تقديري إحنا محتاجين فترة انتقالية 30 سنة. 30 سنة يحكم فيها مجلس العسكري؟ لا، لكي تمحو ال 30 سنة، لأنه صار في تغيير في مفاهيم الناس يعني، وفي تركيبة المجتمع، وفي يعني إحنا قبل 30 سنة قبل ما يسمى بالإنقاذ والمؤتمر الوطني والمقتلع والمقتلعون هؤلاء، في أشياء كثيرة في المجتمع السوداني تغيرت، في الأكل والشرب والدوام، أيوة، في الشغل وفي لكن من يصلح هذا؟ هل تصلح هذا يعني مؤسسة الجيش أو الحكم المباشر للجيش؟ لا، أم مؤسسات مدنية منتخبة؟ مؤسسات مدنية. ما هو الآن سعد السفير يعني حكى إنه الجماعة المدنيين اللي حيدخلوا مع المجلس العسكري أسوة يجب أن لا يكونوا من الأحزاب. يعني رغم انه في اسماء يعني من الاحزاب، الدقير ومريم الصادق المهدي وبدا، يعني في ناس يعني اوكي احنا نعتبرهم كوطنيين يعني مش حزبيين، على اساس انه حيكون يشاركوا في المرحله الجايه اللي هي المرحله الانتقاليه مع المجلس العسكري لرسم خارطه الطريق للفتره القادمه، اللي هي تكون مخرج بالنسبه للشعب لكي يعود الثوار من 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 منطقه الاعتصام الى اماكن اعمالهم ومنازلهم، وتعود الحياه تدريجيا بصوره طبيعيه في المجتمع السوداني كما كانت. لكن فعلا المفاهيم 30 سنه اللي حصلت في 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 عهد الانقاذ ما يسمى بالمؤتمر الوطني، يعني انا بالعربي الفصيح بقول لك انه في هذه الفتره ما يعني السودانيون ما كانوا عايشين غير المؤتمر الوطني واهلهم واصحابهم واقربائهم، اما بقيه المجتمع ما كان عايش نفس العيشه الطبيعيه والعيشه الكريمه. هؤلاء يعني نهبوا ووسطوا ويعني وافسدوا وقاموا بما قاموا يعني، والكل يشهد، وهذا نتاج كبير يعني للتدهور. الوقت انتهى، لكن اختصارا لو تريد ان تتواصل فكره في النهايه كل ما ذكرته. أنا النهاية عن أتكلم عن تشكيل المجلس العسكري اللي هو في نائب حميدتي. أنا عايز أوجه رسالة لحميدتي نائب قائد قوات الدعم السريع، ورسالة للفريق برهان، يعني أتمنى إنه يكون يعني التعامل مع مطالب الثوار تعامل حقيقي وممنهج، ويكون عنده رسالة محددة حتى يتم تحقيق هذه المطالب. وأتمنى أن 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 نبعد عن دعم أي دولة خارجية، وتحديدا الإمارات. يعني إحنا بنتكلم عن 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 وصاية محتملة لدولة الإمارات في دعم هذا المجلس من خلال قائده ونائبه، وهذا مرفوض تماما، لأنه ما تقوم به الإمارات في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا غير مقبول إطلاقا، ولا نقبل به أبدا عن أن يحدث في السودان إطلاقا. وهنالك حديث أيضا عن تدخل الفريق طه المطرود في السعودية أو الهربان في السعودية، الهارب في السعودية في هذا المجلس بطريقة أو بأخرى، هذا ما لا نريده. احنا نخاف على البلد من ان تصبح يمن اخرى او عدن اخرى. فهذا هذه يعني رجاء من 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 موجه لحميدتي ولبرهان. هنالك رجاء اخر موجه للفريق جلال، وهو نائب الفريق صلاح قوش في جهاز المخابرات والامن الوطني، ان يتم تحويل هذا الجهاز الى جهاز معلوماتي زي ما ذكرنا، والا يكون جهاز بطش واعتقال وخوف للمواطنين الامنين. يعني شكرا على الحال. أنا أعلم أن لديك الكثير، وإن شاء الله ستكون هناك فرص سانحة أخرى لتعبر عن ما لديك في هذا السياق. أشكرك شكرا جزيلا جمال محمد أحمد الإعلامي والمحلل السياسي السوداني، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير يلتقيكم بعده زميلي محمد دحو لمواصلة فقرات المسائية لهذه الليلة، وفيها متابعة تطورات المشهد السوداني أيضا. ابقوا معنا.